ثعلب الفنك يعيش في الصحراء ويرتاح أثناء النهار أيضا ويخرج ليلا للبحث عن الطعام. وقد وهبه الله تعالى بأذنين كبيرتين للتخلص من الحرارة أثناء النهار ولإبقاء جسمه باردا. بهذه الآذان الكبيرة يتميز ثعلب الفنك بحدة السمع. هناك حيوان آخر بحاسة سمع قوية، ربما كان الحيوان السري. يعتمد ابن آوى ذو الظهر الأسود على حدة سمع وبصر وشم عند بحثه عن الطعام. وينتمي ابن آوى إلى فصيلة الكلاب وهو شبيه بها، فهو ينبح ويعيش في مجموعات عائلية يبقى فيها الزوجان معا إلى ما شاء الله. يمتاز كلب كيب الصياد أيضا بقوة السمع، وهذه الكلاب تتنقل في مجموعات وتتصف بالذكاء الحاد في مطاردتها للفريسة، فهي تركض معا في طريق واحد وتتبادل الأدوار في إيقاف فريستها. لكن الحيوان السري ليس كلبا ولا يصطاد في مجموعات. سنعطيكم معلومة أخرى، هناك شيء مميز في جسم الحيوان السري.